أسعد الله مساكم متابعينا يا لنا في أسبوع جديد وحلقة جديدة نتمنى أنها تنال على جابكم. يا رد حي والعربي يا لفيف وكرة يا ترى إيش في البات اللي فات فلنشوف ما العربي. تشاهدون في حلقة عيالنا لهذا الأسبوع. الدحيل يواصل صدارته لدور الواعدين، وفي دور الأمل تعادل سلبي بين الغرافة وقطر. أما في دور الأشبال عيال الذيب يواصلون ملاحقة الدحيل على الصدارة. يا ترى من هو ضيف عيالنا لهذا الأسبوع؟ من التقنين هالأسبوع بالدوري الواعدين تحت 13 سنة مباراة جمعت الدحيل والعربي واللي انتهت أكيد ما راح ألقى عليكم، تابعوا وراح تعرفون. مباراة الدحيل والعربي بالجولة السابعة بدوري الواعدين تحت 13 سنة حظت باهتمام كبير، لأن عيال الدحيل للحين ما خسروا أي مباراة والكل ينطر لهم الطيحة، خصوصا عيال الذيب والفهود اللي يبون يلحقون عليهم، واللي صار ان اكدوا جدارتهم بصدارة الدوري. فتق العرباوية انجحوا في الفوز بالشوط الاول بهدف يوسف حمد الجابر بالدقيقة 30. لكن بعد عيال الدحيل مو بسهلين وقدروا يرجعون بالشوط الثاني وبثلاثة أهداف. مع بداية الشوط الثاني قدروا يسجلون هدف التعادل بالدقيقة 39 لزياد الجاعوني، وهني صاد العرباوية ارتباك واضح، وبالمقابل زاد الهدف من حماسة وضغط لاعبي الدحيل اللي نجحوا في 5 دقائق من تسجيل هدفين ثانيين بالدقيقة 42 و46 لشنين عبد الله، وصارت الأمور وايد زينة حق المتصدر اللي أثبت حقيته بالصدارة وارفعوا رصيدهم إلى 21 نقطة بدون خسارة. أما العرباوية ظلوا بالمركز السادس برصيد 10 نقاط. الحمد لله لو وفقنا في المباراة، الحمد لله هاي اجتهاد مدرب، هاي اجتهادنا الحمد لله، مداومين تمارين حاضرين شاهدين حيلنا، إن شاء الله المباراة الجاية نستعد حق مباراة السد المركز الثاني، مباراة بتكون قوية وإن شاء الله إن شاء الله الدوري إن شاء الله. والله كنا متصدرين وكل شيء بس جبنا الجول الأول بعدين رجعونا بجول و بعدين الجول الثاني لهم حارسنا شوي يبي له تدريب زياده عشان يصير احسن واحسن. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك علينا على الفوز وشد قلبنا النتيجه الحمد لله، وتغيروا اللعيبه وشدينا حيلنا وجبنا التعادل وتقدمنا. هذا فريقي يعني يبي له شوي مستوى وشوي يتمرن وايد ويبي يشد على نفسه شوي. والله الحمد لله كان أداء فريقي قوي بشكل زين، وبعدين أمس تدربنا مع الكابتن دربنا بطريقة حلوة واجتهدنا ولعبنا زين، واليوم الحمد لله أدينا. مبروك الدحيل الثلاثية وحظ أوفر للعرباوية، والحين بنروح لدوري الأمل تحت 14 سنة، إيش عندنا يا محمد؟ عندنا مباراة مع والغرافة بين الغطراوي واللي انتهت بالتعادل السلبي، تابعوا معنا. الغرافة
مباراتنا اليوم من دوري الأمل تحت 14 سنة بين الغرافة وقطر، مباراة انتهت بنتيجة ما ترضي الفريقين، ومثل ما يقولون عليها في كرة القدم هي أسوأ نتيجة. أكيد الحين عرفتوا نتيجة المباراة، تعادل سلبي. مهما تحدثنا عن مستوى الفريقين أو الفرص الضايعة من الصوبين، بنرجع ونقول إن أي مباراة ما تشهد أهداف تصير مباراة مملة حق المتابعين وحق اللاعبين، لأن تفقد حلاوة الكرة وهز الشباك. وبعد التعادل السلبي مو بزين حق الفريقين، خصوصا عيال الملك أصحاب المركز الثاني واللي كانوا يدورون الفوز عشان يصيرون إقراب من الدحيل المتصدر. صدق قطر عقب التعادل احتفظ بمركز الثاني برصيد 10، والفهود بعد احتفظوا بمركزهم السادس برصيد 7 نقاط. لكن بعد ما ننسى ان الدحيل المتصدر فاز على العربي 7-0، وصار الفارق بينه وبين قطر 5 نقاط، وهني صارت مهمة قطر صعبة في اللحاق بالدحيل. يعني احنا ضغطنا عليهم احسن، كنا احسن مليون مرة، لعبنا بس الله ما وفقنا، ان شاء الله نقدم مباريات الجاية احسن. سبحان الله، قدر الله ما شاء فعل. يعني الفريق لعب كوره، استحوذ على المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه، في استحواذ، في خلق فرص، في فرص كتير بتضيع. في احيانا بتبقى في مشاكل عندنا في الفينش على الجول، دي ممكن ان شاء الله نعالجها، لكن في سوء توفيق غير طبيعي. يعني الكوره جت مرتين في القايم، الكوره الاخيره برضو كوره ثابته في القايم. يمكن قطر فريق منظم، فريق عنده مدرب كويس بيلعبه، يعني بيشتغل بيقفل كويس، بيلعب على المرتد، هو نجح في كده. احنا ما فيش توفيق، العمليه ان التوفيق. لقاء جيد، الغرفة فريق قوي جدا، قوي جدا، يعني عندهم لاعب يعني بلاي ميكر رقم 10، فأنا قريت حسابه هذا اللاعب وسويت له يعني شخص يمسكه حتى ونجحت فيه، لأنه أحسن لاعب حسب اعتقادي، أحسن لاعب في قطر كله. المباراة كانت قوية، والصراحة غرافة أداء كان أفضل من قطر. على العموم قد لك الفريقين في المباريات القادمة، والحين بنروح لضيف هالأسبوع. من ضيفنا هالأسبوع محمد؟ ضيفي مطالب بكم مدرب فئات السنية، بس ترى منه تبقى أمانة هاي فروفاي، بتعرفون كل شيء. اسمي عبد الرحمن الجانحي، مواليد 2002، ألعب في النادي من 2010، مركزي محور، أدرس مدرسة عمر بن الخطاب. سبب حبي للكورة أن إحنا عائلة كروية وكنا نلعب في أماكن مختلفة، وأنا حبيت المحور لأن المركز اللي يناسبني. أظن بين الكورة ومدرستي أعطي كل شيء حقه، أعطي كرة حقه وأعطي المدرسة حقه. أرد من المدرسة أتغدى وأروح النادي، وبعد ما أرد من النادي أدرس، وكل يوم على هالحال. علاقتي مع المدربين والإداريين علاقة طيبة، ويحاولون يخلوني الأفضل وينصحوني. علاقتي مع اللاعبين رابع وأخوات داخل الملعب وبرع ملعب. مثل الأعلى عربياً محمد نور، لأنه لاعب محترم ومهاري، وعالمياً أوزيل، لأنه لاعب مهاري وخفيف في الملعب ويلعب نفس مكاني. أهلي دائماً يدعموني من ناحية الكورة، يحاولون يحضرون التمارين ويحضرون المباريات، إذا ما حضروا وصل لهم ظرف يتصلون فينا عقب المباراة ويسألوني عنه.
عبد الرحمن هو أوسط من العيال وما شاء الله عليه يعني مواظب على التمارين في النادي وما شاد حيله في الدراسة الحمد لله والحمد لله دائما الإداريين والمدرسين يعني يشكرون فيه من النصائح اللي دائما صحيح إن الدراسة أو يعني أو يعني أهم حاجة وبعدين الحاجة الهواية إن كانت رياضة كرة قدم سباحة أي شيء ثاني لكن أهم شيء عندي أنا إن الدراسة يخلص الدراسة الثانوية والجامعة ويشق طريقة في الحياة إن شاء الله. أنا أخو عبد الرحمن الكبير عبد الرحمن ما شاء الله عليه لاعب له مستقبل إن شاء الله في الكورة ومستقبل واعد إن شاء الله وأتمنى إنه يكمل مسيرة الكروية بما أني أنا وقفت لعب الكورة وأنا دائما أنصح عبد الرحمن إنه يهتم بدراسة قبل الكورة قبل كل شيء لأن الدراسة هي الأساس في كل شيء وهي اللي بتتم معه في المستقبل إن شاء الله. عبد الرحمن أخوي الكبير ودائما أتعلم منه وأنا ألعب معاه في نفس النادي وإن شاء الله إنه يكون له مستقبل ولي بعد ودائما أتعلم من المهارات والله يوفقك. حلمي في المستقبل إني أحترف وأمثل بلاد قطر في المحافل الدولية. كل التوفيق للاعبنا وكل اسبوع راح يكون ويانا ضيف جديد والنادي جديد. الحين نجي نستعد لمباراة الاسبوع ونروح لدوري الاشبال تعطيني مباراة السد والوكرة واللي انتهت بفوز السد تابعوا معنا. الصراع على لقب دوري الاشبال وايد مثير وقوي بين الدحيل المتصدر والسد الثاني لان الفريقين ما خسروا للحين وعقب الفريقين يجي الغرافة بالمركز الثالث والشيء الزين بمباريات الجولة السابعة ان الفرق الثلاث حققوا الفوز وهاي الشيء اللي يزيد من المتعة والإثارة بالدوري وبعد هالمقدمة تعالوا نشوف ايش سووا عيال الذيب والوكرة في المباراة اللي كانت جدا مهمة للسد اللي عينه على الصدارة ويبي الطيحة حق عيال الدحيل لكن المهم الحين هو انه يفوز في مبارياته وتبون الصدق طلع قدها وقدود لان مثل ما تعرفون عيال البرج الازرق مو بسهلين وعندهم 13 نقطه في المركز الثالث ويبون الفوز والنقاط الثلاث عشان يعززون موقفهم بالدوري لكن اللي صار ان السد نجح في خطف هدف مبكر بالدقيقه 8 لسلطان الدرويش وبهاي الهدف ظنوا ان المباراه صارت سهله لكن للامانه الوكرويه حكروا لهم وصاروا يبدلونهم الهجمات وتراجع السدويه للورا يدافعون عن مرماهم وهدف السبق وما قدروا الوكراوية يهزون الشباك وانتهى الشوط الأول بتقدم السد بهدف وبالشوط الثاني ما صار شيء جديد وما قدر أي فريق إنه يوصل لمرمى الثاني لين أطلق الحكم صفارة اللقاء معلن فوز السد بالمباراة والنقاط الثلاث واللحاق بالدحيل المتصدر مبروك يا عيال الذيب. احنا بنلعب فرقه كبيره نادي السد فرقه كبيره عنده يمكن امكانيات كويسه في الامكانيات البشريه يعني اكتر مننا فالحمد لله على الاداء اللي قدموه والمباراه الحمد لله كانت كويسه بين السد وبين الوكره والنتيجه طبعا دي اخر حاجه بنفكر فيها احنا بنفكر ان احنا بنطلع اشبال للاتحاد القطري ان هم يقدروا يمثلوا الاتحاد القطري في المنتخبات ان شاء الله. كنا متأملين فوز كنا جاهزين بس يعني كان اللاعبين مرهقين من مباراة الجمعة ما كنا مستمرين الكامل بس الحمد لله أدينا وفزنا. احنا كنا منتظرين الإرهاق هذا تعرف في العمر هذا اللاعب يعني صعب يسترجع الانتعاش البدنية بعد 3-4 أيام من المباراة زد على ذلك عنا 3 غيابات مؤثرة جدا وعنا 2 إيقافات يعني تقريبا الفريق كان ناقص 5 لعيبة أساسيين. المهم زي ما قلت انت في المباراه هذه وانا وصيت الاولاد باش يصبروا ويكافحوا
ولازم ان شاء الله نخرجوا بثلاث نقاط اللي تخلينا نخشوا المباراه التحيل المنافس المباشر نتاعنا باكثر اريحيه ونكونوا يعني وجه لوجه واللي يكون مستعد اكثر مبروك عليه يفوز. يعني الحمد لله ادينا مباراه طيبه، في كانت بعض الاخطاء عندنا بالوسط بس الحمد لله على كل حال وادينا مباراه طيبه الحمد لله. نفسياتنا كانت اوكي الحمد لله واللاعبين كانوا جاهزين بس كانت عندنا تكثيرات بالوسط وعندنا يعني اللاعبين مش موجودين وان شاء الله الجاي افضل. المباراة مثل ما شفتوا انتهت لصالح السداوية بهدف نظيف، مبروك وحظ أوفر للوكرة. والحين من دوري الأشبال إلى دوري الناشئين. المباراة جمعت عيال الذيب بعيال الموج الأزرق، واللي انتهت النتيجة قاسية، تابعوا معنا. بسداسية مقابل هدف نجحوا عيال الزعيم من حسم مباراتهم مع الوكراوية بواقع 3 أهداف في كل شوط. الشوط الأول كان نصيب الوكراوية هدف يتيم لا يسمن ولا يغني من جوع، وهو اللي طلعوا منه في هالمباراة مثل ما يقولون، وهو هدف شرفي. الفوز السداوي يساوي الكثير لأنهم صعدوا للمركز الثاني مستفيدين من خسارة الدحيل قدام العربي. رفعوا السد رصيدهم إلى 18 نقطة متأخرين عن العربي المتصدر فارق نقطة واحدة، وما نقول غير مبروك للسداوية وحظ أوفر للموج الأزرق الصغير. ستة واحد نصف درزن أهداف معقولة، نتيجة جدا ثقيلة وغير مقبول من الوكرة هالنتيجة. ورسالتنا للجهاز الفني المفروض تشوفون وين الخلل ويتعدلون، أنتم فريق كبير وغير مقبول منكم هالنتيجة. لازلنا في دوري الناشئين لقاء آخر جمع العربي بتحيل، تابعوا معنا. مباراة العربي والدحيل في دوري الناشئين كانت مباراة القمة اللي يبيها عيال الدحيل من العرباوية اللي في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن الدحيل والسد أقرب المنافسين. عيال العربي كانوا عند الوعد ونجحوا في حسم المباراة بالشوط الأول اللي انتهى ب3 أهداف مقابل هدف للعرباوية. الشوط الثاني دش عيال الدحيل بقوة يبون يرجعون للمباراة، وبالفعل جابوا هدف ولكن الوقت ما سعفهم علشان يجيبون التعادل، وفشلوا للمرة الثانية بالوصول للقمة ويتم رصيدهم 15 نقطة. وبالخسارة هذه رجعوا للمركز الثالث، أما العرباوية حافظوا على الصدارة وزاد رصيدهم وصار 19 نقطة. النتيجة كانت جدا متكافئة، مبروك العربوية. وطبعا ملاحظين ان العربي من بداية الموسم شاد حيله ومتألقين لعيبته وخصوصا صقر الهجمي، وموفقين يا شباب. والدحيل طبعا ما عليكم قصور، بشد حيلكم في المباريات الجاية. والحين بنروح فقط راوند باك، هي فقرة خاصة بأخبار الجولة الماضية من بعد فئات السنية، تابعوا معنا. بنبدأ جولتنا لهالاسبوع وكالعادة من دوري الواعدين في جولته السابعة. الدحيل حافظ على صدارته بعد فوزه على العربي ب3 أهداف لهدف ليرفع رصيده إلى 21 نقطة، أما العربي تراجع للمركز السادس ب10 نقاط، والسد الوصيف رفع رصيده إلى 19 نقطة للمركز الثاني بعد فوزه على الوكرة بهدفين نظيفين.
والوكرة بقى سابع الترتيب بخمس نقاط. أما في دوري الأمل، الدحيل تمسكوا بصدارتهم للدوري بالعلامة الكاملة، خمس انتصارات من خمس مواجهات بعد فوزهم على العربوية بسبعة أهداف نظيفة. وتعادل قطر الوصيف مع الغرافة دون أهداف. وفاز السد ثالث الترتيب على الوكرة بأربعة أهداف لثلاث. والأهلي على السيلية بأربعة أهداف لهدفين. وحقق الريان نتيجة كبيرة بفوزه على أم صلال بسداسية نظيفة. يبقى ترتيب الفرق بدوري الأمل بعد خمس جولات مثل ما تشوفون. وفي دوري الأشبال، واصل الدحيل التمسك بصدارتهم للدوري بفارق الأهداف عن منافسينهم أشبال السد. الدحيل المتصدر فاز على العربي بهدفين نظيفين ورفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول. أما العربي بقى الخامس بنقاطه العشر. والسد شريك الصدارة والوصيف حقق الانتصار الصعب بهدف وحيد على الوكرة ليرفع رصيده إلى 19 نقطة. وختاماً مع دوري الناشئين في جولة السابعة الأخيرة، استمرار صدارة العربي بفارق نقطة عن السد الوصيف الجديد بعد الفوز على وصيفه السابق الدحيل بثلاثة أهداف لهدفين عقب مواجهة قوية، ليرفع العربي رصيده إلى 19 نقطة والدحيل بقى على رصيده 15 نقطة متراجع للمركز الرابع. أما السد قدر يحقق فوز كبير على الوكرة بست أهداف لهدف ليقفز إلى وصافة الترتيب ب18 نقطة، بينما الوكرة رغم خسارته ظل في المركز الخامس بنقاطه التسع. وظفر السيلية بانتصار بأربعة أهداف مقابل هدفين على الأهلي ليصبح السيلية ثامن الترتيب بست نقاط، والأهلي المتراجع تاسعاً بنقاطه الأربع. ومثل ما شفنا متابعينا الكرام، هالفقرة راح توافيكم كل أسبوع بكل ما يتعلق بمباريات الفئات السنية أول بأول. والحين فقرة توب 3 هي فقرة خاصة بمرحلة بمثالها هداف اخترناها لكم من مباريات الجولة الماضية، تابعوا معنا. الجولة كانت رائعة، من الحين نروح نشوف من هذا الأسبوع. طبعاً هدافنا اخترناه وفقاً لعدد الأهداف بجانب الأهداف الحاسمة اللي حققها مع فريقه. تابعوا معانا عشان تشوفون منه هدافنا لهذا الأسبوع. والحين وصلنا الحلقة الثانية، تكون عجبتكم. وايضا لا تنسون تتواصلون معنا على الانستغرام ايميل البرنامج، وايضا تقدرون تشاهدون الحلقه بعد عرضها على الرابط التالي اللي موجود امامكم. نشوفكم الحلقه القادمه، في امان الله.